بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة السابعة من مقرر مهارات الاتصال، والتي سنتحدث فيها عن أو سنقوم بعرض مراجعة للجزء الأول من المقرر المتعلق بمفهوم الاتصال والعوامل المرتبطة بالاتصال وعناصر الاتصال الرئيسية والثانوية. كذلك سنتحدث في هذه المحاضرة على أنواع الاتصال المختلفة، سواء كان أنواع الاتصال وفقا للغة وفقا للمشاركين في العملية الاتصالية، وأيضا هنتحدث عن وظائف الاتصال الإعلامية ووظائف الاتصال الاجتماعية ووظائف الاتصال الإداري. قبل أن نقوم بهذا العرض، أرجو في حال وجود في حال الصوت جيد يتم إبلاغي، وفي حال وجود مشكلة في الصوت يتم أيضا إبلاغي إن في مشكلة. فأرجو إذا كان الصوت واضح لحضراتكم كتابة أي شيء على الغرفة. كنا تحدثنا في المحاضرات السابقة أو في أول محاضرة تحدثنا عن مفهوم الاتصال، وقلنا إنه الاتصال كعملية أو كمفهوم الاتصال هو عملية مهمة جدا في حياة الأفراد، بدون هذه العملية تفشل عملية الاتصال. وقلنا إنه هذه العملية لا تحدث في فراغ، ولكن تحتاج إلى أطراف وقوة فاعلة. الأطراف اللي إحنا تحدثنا عليها بعد ذلك، تحدثنا على أطراف عناصر رئيسية تمثلت في المرسل، وتمثلت في الرسالة، وتمثلت في الوسيلة، وتمثلت في المتلقي. وقلنا في عناصر ثانوية، هذه العناصر الثانوية تدعم العملية الاتصالية أو تؤثر بالسلب على العملية الاتصالية. فعلى سبيل المثال، قلنا من ضمن العناصر الثانوية تحدثنا عن الخبرة المشتركة، وقلنا إن الخبرة المشتركة دي كلما زادت الخبرة المشتركة بين المرسل وبين المتلقي أدى ذلك إلى نجاح العملية الاتصالية، وكلما فشلت الخبرة أو كلما قلت الخبرة المشتركة أدى ذلك أو أثر ذلك بالسلب على العملية الاتصالية. ده اللي إحنا كنا بنتكلم عليه، فكرة الخبرة المشتركة كلما زادت وكلما قلت. طيب، عرفنا بعد كده برضه إن الخبرة المشتركة دي بتتمثل في اللغة، تتمثل في الثقافة، تتمثل في العادات والتقاليد بين المرسل وبين المتلقي. ده كان جزء احنا تحدثنا عليه في فكرة الاتصال وأهمية الاتصال المختلفة. طيب، في العناصر من ضمن الأشياء برضه تحدثنا على اعتبار إنه على مفهوم المهارة، وهل المهارة أو مهارة الاتصال هل هي عملية مرتبطة بفئات محددة في المجتمع، ولا مرتبطة، ولا هي عملية، ولا هي قدرات، ولا هي مهارات مرتبطة بكل فئات المجتمع؟ عرفنا إن المهارة هي عملية مرتبطة بكافة فئات المجتمع، الآباء، الأولياء اللي هم أولياء الأمور، سواء الأب أو الأم، كذلك المعلمين، كذلك الصحفيين، كذلك الإعلاميين، كذلك المدراء داخل المؤسسات المختلفة إلى آخره. كل هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى مهارة أو قدرة على الاتصال، لكي لأن زي ما إحنا عرفنا إن الاتصال هو عملية مرتبطة بكافة فئات المجتمع، أو هو عملية بنستخدمها في كافة أمور حياتنا. ولذلك نجاح أو فشل الاتصال، أو نجاح أو فشل الاتصال، أو فصلنا أو فشلنا في تواصلنا مع الآخرين، بيكون متوقف على قدرة الأشخاص على امتلاكهم للمهارة وتكنيكات العملية الاتصالية. ومن ثم ده بيتبع هذا الأمر إيه؟ بيتبعه النية في حد ذاتها. لو أنا عندي نية طيبة وعندي نية صالحة، مش هتنجح بقدر او لا تكفي بقدر من ان يكون عندي امتلاكي لمهاره وامكانيه للتواصل مع الاخرين. وشهد في ذلك قول الله تبارك وتعالى: كل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. ومن ثم انه لابد على كل طرف حينما يتحدث مع الاخرين، حينما يتحدث مع ابنائه، حينما يتعامل مع ابنائه،
يعني دائما ان احنا نحب ابنائنا، لكن نفشل في ان احنا نوصل لهم ان احنا بنحبهم، فممكن نقسو عليهم بطابع الحب او بظن اننا احنا بنحبهم، لكن احنا ما عندناش قدره ان احنا نوصل لهم مشاعرنا بشكل جيد، ما عندناش قدره ان احنا نوصل لهم اللي احنا عايزينه. فدايما بنقول ان مفترض انه يفهموا احنا عايزين ايه، مفترض انا بزعق له عشان مصلحته، مفترض ان انا بغضب علشان مصلحته. فلازم ان احنا يكون عندنا قدره ان احنا ننزل عقليه ابنائنا ونفهم هم بيفكروا فين، استوعبه واحتويه، علشان ان انا اقدر اقنعه ب او اغلس في السلوك الصالح عن اقتناع لا عن اذعان ان هو بيكون بالتنفيذ هذا السلوك رغبة او يعني تنفيذا لي او خشية من غضبي. لما بينضج شوية وبيبدأ يعني يتحرر من سيطرتي عليه يبدأ يقوم بسلوك اخر مخالف ليه، لانه انا ما عرفتش في الفكرة عن حب وعن اقتناع. ومن ثم فبنقول ان الاخلاص والنية الطيبة هي صفات ايجابية، ولكن في حد ذاتها هي صفات لا تكفي لنجاح العملية الاتصالية. واضح ولا في اي استفسار يا استاذ؟ في اي استفسار او كده؟ طيب قلنا ان الاتصال هنا الاتصال بياخذ او تحدثنا ايضا على انه الاتصال هنعرف له اشكال، بس خلينا نقول الاول ايه هي عناصر الاتصال. تحدثنا انه الاتصال له مفهوم الاول، قلنا ان مفهوم الاتصال هو تلك العمليه الاجتماعيه، واذا الاتصال يحدث داخل المجتمع، يحدث داخل الافراد والقوى الفاعله داخل المجتمع. القوى الفاعله دول فيها قد يكون افراد، قد يكون جماعات، قد يكون اسر، قد تكون مؤسسات حكوميه، قد تكون مؤسسات خاصه، قد تكون وسائل اعلاميه، قد تكون مدارس، قد تكون مستشفيات. يبقى هو عمليه اجتماعيه بيجرى فيها تبادل معلومات واراء بين افراد وجماعات، سواء هذه الافكار والمعلومات برموز لغويه يعني كلام مكتوب او كلام منطوق، او برموز داله ان اشارات. احنا بنذكر احيانا المساجد او بنذكر احيانا المستشفيات وبنذكر احيانا المدارس، بنعرف المطلوب مننا او تعليماتنا خلال الاشارات الموجوده او العلامات الموجوده. فهنا انه عمليه اجتماعيه بيجرى من او داخل هذه العمليه تبادل المعلومات والاراء والافكار بين اطراف العمليه الاتصاليه المختلفه اللي احنا سميناها بعد كده اللي هي المرسل والرساله والوسيله والمتلقي. برضه نفهم من الكلام ده انه احنا عندنا في مفهوم اخر لمهاره الاتصال. مهاره الاتصال هي القدره على اداء سلوك ما وقت الحاجه اليه. يبقى احنا بنتكلم على حاجتين، نتكلم على مفهوم مهاره ده اداء قدرتي الشخص ان انا اقوم بسلوك معين، قدرتي ان انا اشرح المحاضره بطريقه جيده، قدرتي ان انا استمع للمحاضره، قدرتي ان انا اقرا المحاضره، دي قدرات. دي احنا بنسميها مهارات سكيلز. هي امتلاك الاشخاص بقدره مجموعه من القدرات او مجموعه من المهارات الاتصاليه بوظفها اثناء العمليه الاتصاليه، ده اللي احنا بنسميه مهاره الاتصال. اما مفهوم الاتصال هو تلك العمليه التي يجرى من خلالها تبادل المعلومات. اذا هي مهاره الاتصال هي جزء من مفهوم الاتصال او جزء من العمليه الاتصاليه. نبدا نعرف انه الاتصال ده او عناصر الاتصال ده له مجموعه من العناصر تتمثل في عناصر رئيسيه وعناصر ثانويه. العناصر الرئيسيه هي العناصر المكونه اللي بتبدا من خلالها او التي ان غاب عنف من هذه العناصر تفشل العمليه الاتصاليه، فلذلك اطلقوا عليها عناصر رئيسيه. هذه العناصر تتمثل في اربع عناصر: مرسل، رسالة، وسيلة، متلقي. ما ينفعش تحصل رسالة عملية اتصالية بدون مرسل، ما ينفعش تحصل عملية اتصالية بدون رسالة، ما ينفعش تحصل عملية اتصالية بدون وسيلة، ما ينفعش تحصل عملية اتصالية بدون متلقي. يبقى دي العناصر الرئيسية المكونة للعملية الاتصالية. الأول طرف هنتحدث عنه هو المرسل. المرسل هو الشخص الأول المتحكم في الرسالة الاتصالية. الشخص المرسل ده بعض الكتابات بيطلقوا عليه القائم بالاتصال،
او احيانا بتقع لحاله البوابه. المؤثر ده او القائد الاقتصادي هم اشخاص يقوم بصناعه وابداع وانتاج الرساله. اذا مين الشخص اللي هو بيبدا ينتج الرساله؟ هو المؤثر وليس المتلقي. طيب الطرف الثاني اللي هو مين المتلقي؟ المتلقي ده هو شخص او شخص او مجموعه من الاشخاص بيقع عليهم عبء ابن الرساله الاقتصاديه. يبقى احنا عندنا المرسل هو اللي بيصنع الرساله، والمتلقي هو اللي مرتبط هو المستهدف من الرساله، اللي هو بيستوعب بيركز في فهم رموز الرساله الاقتصاديه التي تنقل. ايضا علشان الرساله توصل للمتلقي بحاجه وسيله، محتاجه اداه، محتاجه تدين. يتم من خلاله نقل الرساله من المرسل للمتلقي. ايه هو الوسيله ده؟ اللي هو الوسيله. الوسيله دي قد تكون اتصال شفوي، الوسيله دي قد تكون تلفزيون، الوسيله دي قد تكون اذاعه، الوسيله دي قد تكون راديو، الوسيله قد تكون انترنت. دي وسائل. الوسيله دي قد تكون ميكروفونات، الوسيله دي قد تكون ورق اوراق، الوسيله دي قد تكون بروشورات ومطبوعات وبوسترات موجوده في الشوارع. فالوسيله هنا هي الاداه او الوسيط اللي انا بستخدمه علشان انقل الرساله للمتلقي. هنا دي علماء الاتصال قالوا لنا طب هنا هل في وسائل افضل من وسائل؟ ينفع نقول مثلا ان التلفزيون هو اكثر وسيله ملائمه من الراديو، او الانترنت هو اكثر ملائمه من التلفزيون والراديو، ولا الوسائل المطبوعه، ولا البوسترات في الشوارع؟ قالوا لا. الموضوع افضليه وسيله على حساب وسيله اخرى ده بيتوقف على عده عوامل. ايه العوامل دي اللي احنا بنسميها العوامل؟ العوامل التي تستخدم او العوامل المؤثره على استخدام الوسيلة المناسبة. أول عامل هي مدى انخفاض التكلفة، معذرة العامل هو تكلفة الوسيلة نفسها. هي الحاجة اللي بتخليني سعر الوسيلة دي غالية، مش هقدر أوزعها لأن قدراتي مش هقدر أعمل رسالة ولا تلفزيون، فبضطر ألجأ للصعوبة. هنا فلوسي هي بتحكمني. طبيعة الفكرة، نوع الفكرة، في بعض الأفكار تصلح للاتصال الشخصي، بعض الأفكار تصلح للتلفزيون من خلال التلفزيون او العرض النقي، بعض الافكار تصلح من العرض المطبوع، بعض الافكار تصلح من لا يصلح استخدام الوسائل المطبوعه. لو انا بخاطب جمهور امي لا يجوز القراءه والكتابه، فما ينفعش اعمل له رساله مكتوبه لانه اصلا يعني بالفعل ما بقدرش ان هو يقرا، فما ينفعش ان انا اعمل له رساله من خلال الوسائل المطبوعه لان طبيعه الجمهور. ايضا الوقت، انا محتاج ابعت الرساله دي في قد ايه؟ محتاج ابعتها بسرعه جدا، فلازم اشوف اسرع وسيله تكون لنقل الرساله دي لدى المتلقي، بين الوقت المخصص للرساله او المستهدف من الرساله، ثم المميزات بقى الافضليه الميزه النسبيه لكل وسيله على حسب وسيله هي اللي بتفضلني ان اختار وسيله ما، سواء تلفزيون، سواء صحافه، سواء انترنت، على حساب الوسيله الاخرى. ده بالنسبه الى الوسيله. طيب نيجي للطرف الثالث من العناصر الرئيسية. احنا قلنا ان المرسل الطرف الاول، قلنا ان الرسالة هي الطرف، قلنا ان المتلقي هو الطرف الثاني، قلنا ان الوسيلة هي هو الطرف الثالث، ثم الرسالة هي الطرف الرابع من العناصر الرئيسية. الرسالة هي المضمون، هي المحتوى الذي يرغب في نقله المرسل لدى المتلقي. هذه الرسالة بتحدث تأثيرات عند المتلقي. يعني انا النهارده لما بكون بنقل رساله، ممكن يكون هدفي من الرساله دي تاثير معرفة، انا بكون اسم معرفة بس فقط لا غير، بس المحاضره قدام معارف. في هدف اخر ان انا عايز اوديهم تاثير قدامي، ان انا عايز اغيرهم. فمثلا وانا بعمل ندوه علشان يتبرد بالدم عشان ابدا احرك مشاعرهم ثم اخليهم يعملوا سلوك، او هدفهم انه انا تاثير سلوكي، الناس تروح تشتري السلعه دي، تشتري المنتج ده. فاذا الرساله الاتصاليه هي تحدث ثلاث انواع من التاثيرات، اما تاثير معرفي على الجمهور، اما تاثير قدامي، اما تاثير سلوكي، اما اكثر من تاثير، يعني تاثير معرفي قدامي، تاثير معرفي قدامي وسلوكي. بس نفهم من كده وصل لمستويات التاثير اللي احنا بنقولها دلوقتي، انه ممكن هنقولها بعد كده في التاثيرات بالتفصيل، يعني انه الرساله الاتصاليه ان التاثير المعرفي هو اسهل انواع التاثير، والتأثير السلوكي هو أصعب أنواع التأثير. طب ده بالنسبة للعناصر الرئيسية الموجودة في العملية الاتصالية. نيجي نتكلم على العناصر الثانوية في العملية الاتصالية. العناصر الثانوية هي عناصر تؤثر
بتعزز من فعاليه العمل الاقتصادي، اما تؤثر ايجابا او سلبا. من عناصر دي السبه المشتركه، واحنا خليكم نتكلم عليها من شويه، قلنا السبه المشتركه هي القواسم المشتركه بين المرسل وبين المتلقي. القواسم المشتركه دي قد تكون عادات وتقاليد، قد تكون لغه، قد تكون لهجه، قد تكون قد يكون الدين، قد يكون الثقافه المشتركه بين الاثنين وبينهم وبين بعض. فدي كلما ارتفعت الخبره المشتركه اثر ذلك بالايجاب على العمليه الاقتصاديه، كلما انخفضت الخبره المشتركه اثر ذلك بالسلب على العمليه الاقتصاديه. يبقى هنا العامل الاول من العناصر الثانويه وهو الخبره المشتركه. العامل الثاني هو التشويش. التشويش هو عائق او مانع موجود في البيئه الاقتصاديه. هذا التشويش بالفعل يؤثر سلبا مش يؤثر ايجابا. التشويش ده هو مشكله، هو خلل موجود في البيئه الاقتصاديه. الخلل ده قد له اكثر من الشكل وليس له شكل واحد. الخلل ده قد يكون تشويش فني او تشويش مادي، مشاكل في الصوت وانا بتحدث معاكم، حراره، ضوضاء، برد شديد، هواء، سوء صوت، امطار بتخلي الناس ما تسمعش الرساله اللي انا بقولها، فده بنسميه التشويش الفني، هو الذي يؤثر على اداء وتكنيك وطريقه الرساله التي تنقل من المرسل لدى المتلقي. في نوع اخر مرتبط بالمتلقي نفسه اللي احنا بنسميه التشويش النفسي او التشويش الجسدي. ايه هو التشويش النفسي والجسدي؟ ان انا عندي مشاكل نفسيه، عندي ضغوط حصلت، متخانق انا مع زوجي، متخانق مع زوجتي، ابني تعبان، فبيخليني ان انا مش مركز في المحاضره بتاعتي، مش مركز في الندوه اللي انا بحضرها، او عندي الم جالي صداع وانا رايح الندوه، جالي مرض في معدتي، فبيخليني ان انا ضغط مع الكتف. فده احنا بنسميه تشويش، يعني في عائق اثر علي وخلاني او دعاني ان انا ما اقدرش ان انا استوعب، ان انا اركز مع الرساله الاتصاليه التي تلقى. فهذا العائق قد يكون عوائق مرتبطه بذاتي حياتي النفسيه، وقد تكون مرتبطه بحياتي الجسديه او الظروف الجسديه، يعني مش مشاكل جسديه حصلت لي. فاحنا بنسميه التشويش النفسي او التشويش الجسدي. في ايضا تشويش لغوي، ان انا عمال اسمع رساله ما عنديش مشكله، الصوت بتاعها كويس والبيئه الاقتصاديه جيده، وانه المتلقي اللي انا او ان انا كشخص ما عنديش الحمد لله مرض ولا الم ولا اي مشكله، ولكن الشخص المتحدث اللغه العربيه بتاعته ضعيفه جدا، بيتكلم كلام مكسر لدرجه ان انا مش فاهم هو عمال يقول ايه، او بيتكلم باللغه الانجليزيه وانا مش قدرتي في اللغه الانجليزيه مش قويه قوي. فاحنا بنسميه التشويش الجلالي، انا عمال اسمع كلام وانه كلام بفهمه او بفهمه على معنى خطا. فاحنا بنسميه اختلاف دلالات الالفاظ بين، او اختلاف اللغه بين المتلقي وبين المرسل. يبقى هنا ده اسمه التشويش الجلالي. والنمط الاخير هو التشويش الثقافي، اللي احنا ضعف الخبره، ان انا نتيجه لخبراتي السابقه ببعض الاشخاص، وان انا عارف ان هم يعني كاذبين او هم كاذبون، هؤلاء الاشخاص مواقف سلبيه كاذبين بينهم، فبتخليني ان انا ما اتبعش او ان انا استمر في الاستماع للرساله الاقتصاديه. فاحنا بنسميه التشويش الثقافي، دي اللي احنا قلناها بعد كده لو تتذكروا في معوقات عمليه الاستماع لما قلنا الخبره سابقه. فهنا ده التشويش الثقافي هو احد انواع او مظاهر التشويش. ده بالنسبه للطرف الثاني من عناصر العمليه الاقتصاديه الثانويه. قلنا الطرف الاول حد ما تذكره، قلنا الطرف الاول ها الخبره المشتركه، قلنا الخبره المشتركه العادات والتقاليد والقيم المشتركه بين المرسل وبين المتلقي. العامل الثاني او العنصر الثاني هو التشويش، اللي هو الخلل او المانع او العائق الموجود في البيئه الاقتصاديه. العامل الثالث او العنصر الثالث هو رد الصدر. رد الصدر هو رد فعل المتلقي على الرساله. هذا الرد الفعل ده قد يكون رد فعل فوري، قد يكون يعني يحدث في نفس اللحظة العملية الاقتصادية، وقد يكون مؤجل، قد يكون سلبي، قد يكون إيجابي. هنا رد الصدر، رد فعل المتلقي على الرسالة. رد فعل المتلقي ده، هذا الرد الفعل ده خلي بالك في حاجة، ممكن رد الفعل ده انه يكون ايجابي، ان انا راجع سالته مثلا انتوا سامعيني كويس، ان انتوا مهد سامعاني كويس، امل، نوره سامعين، ايوه سامعك كويس. فده احنا بنسميه رد الصدى ايجابي.
الرد رد اعصاب سلبي ان انا اقول له والله في مشكله في الصوت عندي، فده احنا بنسميه رد اعصاب سلبي. لذلك في فرق بين رد اعصاب والاثر اللي احنا بنقول نتكلم عليه. رد اعصاب هو رد فعل المتلقي، هو احنا الرساله وصلت ولا ما وصلتوش، انه عايز يرد على المتحدث، ده اسمه ايه؟ رد اعصاب. اما الاثر والتاثير هو استيعاب المتلقي انه خلاص فهم الرساله وفهم انت تقصد ايه. فده يبقى هنا رد اعصاب قد يكون ايجابي وقد يكون سلبي، قد يكون فوري، قد يكون مؤجل الى اخره. دي اشكال، قد يكون مراقب يعني احنا شايفه، وقد يكون غير مراقب يعني قد يكون مباشر وقد يكون غير مباشر. ده بالنسبه لاشكال رد اعصاب ومفهوم رد اعصاب. الاخر طبعا احنا قلنا هو استيعاب المتلقي للرساله واستيعاب المتلقي للمعنى او المضمون المراد ايصاله. هذا الاثر قد يكون او المراد ايصاله من الرساله الاتصاليه، هذا الاثر قد يكون او هذا التاثير قد يكون تاثير معرفي، قد يكون تاثير وجداني، قد يكون تاثير سلوكي. نيجي نتكلم على انواع الاتصال المختلفه، ونتكلم على عندنا الاتصال له عده انواع، انواع الاتصال وفقا للغه المستخدمه، وانواع الاتصال وفقا للمشاركين في العمليه الاتصاليه. نبدا نتكلم على انواع الاتصال وفقا للغه المستخدمه. في اللغه المستخدمه عندنا نوعين او لدينا نوعين من الاتصال. في الاتصال اللفظي اللي هو بيعتمد على اللغه، هذه اللغه اما لغه منطوقه كما اتحدث الان، او قد تكون لغه مكتوبه كما تتحدثون لي. فدي اللي احنا بنسميه الاتصال المنطوق. في اتصال غير محسوس اللي بيعتمد على الاشارات، الايموشن، العلامات الايموجي اللي احنا بنستخدمها، او الاشارات اللي في الشوارع، او اللبس اللي انا بلبسه ده مجرد ما الشخص بيبقى شايف لبس معين بيوصل له رساله معينه، ده عرس، ده احتفال، ده شكله فيه مشكله عنده، لبسه متقطع، احنا ايه بنسميه اتصال غير لفظي، ان انا فهمت ان في شخص في خلل، في اشكاليه عند شخص ما نتيجه لشكله، نتيجه للبسه، نتيجه لهيئته الى اخره، فاحنا بنسميه اللي هي الاتصال الغير لفظي. احنا عندنا في الاتصال اللفظي واتصال غير لفظي. وفقا للمشاركين في العمليات الاتصاليه فاحنا عندنا خمس انواع من الاتصال. عندنا اللي بين الاتصال الشخصي. الاتصال الشخصي هو الاتصال اللي بيحدث بين فرد ومجموعه لا تتجاوز الاصابع اليد الواحده او تقل عن العدد الخمسه، بين فرد وفرد، فرد 2 3 4 5، ده اللي احنا بنطلق عليه الاتصال الشخصي. الاتصال الشخصي ده له مميزات وله عيوب. له مميزات ان انا اقدر احدد الرساله الاتصاليه بتاعتي، يعني شايف ان اتكلم في 3 او 4 قدامي اقدر احدد الرساله بتاعتي اذا توصلت لهم ولا مش هتوصل لهم. اقدر ان برضه من ضمن مميزاته ان هو مش مكلف بالنسبه لي انا كمتحدث. ايضا من مميزاته ان انا اقدر اوصف البادي لانجوج اللي هو لغه الجسد. اقدر ان انا اقدر احدد اللغه المناسبه اللي تتلائم مع الاشخاص اللي انا بتحدث معاهم. ده بالنسبه للاتصال الشخصي او النوع العام من او النوع الاول من الاتصال اللي احنا بنسميه الاتصال الشخصي. هل الاتصال ده الشخص ده زي ما احنا قلنا له مميزات فله عيوب؟ ايه عيوبه؟ ان الجمهور قليل، يعني حتى لو انا عمال اكثر في اشخاص فانا عمال اتعب نفسي على خمس افراد او ثلاث افراد او فردين، غير لما انا بخاطب الاف من الناس. مشكله الاتصال ان هو جمهوره قليل، المشكله الثانيه ان ممكن اتاثر شخصيا لان انا شايف الشخص قدامي او المتحدث شايفني، فاحنا ممكن نتاثر سلبيا ببعض، ان احنا في مشاكل سابقه بيننا وبين بعض، حصل توتر فطش بيننا اثناء التحدث، فبأثر على الحوار وانا بتكلم معاك، يعني انت مثلا جاي اتكلم معاك وهقول كلمه معينه فتنفذني او تعصبني تخليني من ايه؟ فشلت ان انا او ان انا مش قادر اقول الرساله، او ان انا اقول لك كلمه معينه فتأثر عليك نفسيا فتخليك ممكن ما تستمعيش للرساله بتاعتي، فهنا التأثر السلبي بالعوامل الشخصيه للقائم بالاتصال. ده بالنسبه للنوع الاول من انواع الاتصال اللي احنا بنطلق عليه بالاتصال الشخصي. في اي اتصال؟ اي اتصال؟ طيب النوع الثاني هو الاتصال الجمعي او العام. الاتصال الجمعي او الاتصال الوسطي، خلينا الاتصال الوسطي. الاتصال الوسطي هو الاتصال اللي بيحدث او اللي بيتم عبر وسيط ما. هذا الوسيط ده قد يكون وسيط
وسيط مادي يعني ميكانيكي، قد يكون من خلال الانترنت، قد يكون من خلال اتصال زي مثلا تليفون، قد يكون من خلال البريد، قد يكون من خلال اتصال عبر الدوائر التلفزيونيه المغلقه لو انا بدي محاضره للبنات، وفي شبكه اتصال داخليه احنا بنسميه ايه؟ الوسيط. هنا الاتصال الوسطي ده له اشكال تتمثل في الهاتف او دوائر التلفزيون المغلقه الى اخره. نيجي النوع الثالث وهو الاتصال الجماهيري. الاتصال الجماهيري اللي هو بيعتمد على وسائل الاتصال الجماهيري المختلفه زي الصحافه والاذاعه والتلفزيون، من اشهر وسائل الاتصال الجماهيري. طبعا الاتصال الجماهيري له خصائص، ان هو بيعتمد على تقنيات في نقل رساله، بيعتمد على اجهزه بث في التلفزيون واجهزه استقبال، وبيعتمد على جهاز الريسيفر والتلفزيون في العمليه، بيعتمد على تكنيكات وتقنيات في العمليه الاتصاليه. ايضا من ضمن خصائص الاتصال الجماهيري ان الرساله بتاعته عامه غير موجهه لاشخاص بذاتهم. يمكن احنا كنا بنقول في الاتصال الشخصي مثل ان انا اقدر احدد الرساله صوره تقدير حجم التعرض للرساله او استخدام اللغه المناسبه، ان انا في الاتصال الشخصي اقدر احدد او الرساله بتاعتي تبقى اكثر تخصصا او موجهه لفئه معينه ذاتها. اما هنا في الاتصال العام هو البرنامج لما بيتقدم هو مش بيبدا يخاطب، بيعمل رساله لكل واحد بذاته او يبدا يجيب الكلام عشان خاطر يتفاعل مع كل عقليه واحده، هي رساله عامه للجمهور كله سواء بقى فهمنا ما فهمهاش. هو المذيع او مقدم البرنامج مش من دوره ان هو يبدا يعيد او يشرح الرساله اكثر من مره، يبقى هنا عموميه الرساله الجمهور بتاعه غير متجانس. ايضا لان الرساله الاتصال الجماهيريه بتخاطب او بتوصل لملايين من الاشخاص، فبالتالي ان في اكثر من شخص يقوم بالرقابه على المحتوى حتى لا تحدث الرساله الاتصاليه ضجه او تحدث مشكله داخل المجتمع، فبيتم الرقابه على المحتوى قبل نشره وقبل بثه لدى الجماهير، فده احنا بنسميه تعدد حراس البوابات. واخر حاجه من ضمن خصائص الاتصال الجماهيري انه عمليه ردع الصدى اللي هو رد فعل المتلقي بتكون متاخره، الجمهور ما بيقدرش يتفاعل مع الرساله بشكل جيد، لان في الاخر احنا بنسمع نشره مستقبلين ليها، بنسمع التلفزيون مستقبلين ليها، خلانا احد يتفاعل معانا، بخلاف التحديات اللي تحدث او اللي حدثت لاحقا في الاتصال الالكتروني، اصبح من ضمن سمات وقت فعليه والجمهور اصبح يقدر يتفاعل مع الرساله بشكل جيد ويتفاعل مع بعضه ايضا بشكل جيد. نيجي نتكلم على اخيرا العنصر الرابع وهو الاتصال الالكتروني، والاتصال الالكتروني اللي هو الاتصال الذي اوجدته شبكه الانترنت اللي احنا بنسميه الاتصال التفاعلي. هذا الاتصال الالكتروني له مجموعه من السمات تتمثل في التفاعليه، تتمثل في النصر الفائق، تتمثل في التحديث الفوري والمستعمر للاخبار، تتمثل في استخدام قواعد الارشفه، تتمثل في التشخيص، تتمثل في التزامنيه، ان انا اقدر اتعرض للمحتوى في نفس الوقت البث الخاص بي زي ما احنا الان في ما يطلق عليه الاتصال التزامني، ان احنا نتعرض للرساله الاتصاليه في نفس ولحظه تواجد القام بالاتصال اللي هو مرة ثانية يا سادة، معذرة لوجود خلل في الصوت. بالمناسبة فشل الصوت أو المشكلة اللي حدثت في الصوت ده يطلق عليه إيه في الكلام اللي إحنا سائلين من شوية؟ انقطاع الصوت. ألو؟ ألو؟ أنا بتكلم دلوقتي بقول إن انقطاع الصوت ده كنت بشرح حاجه دلوقتي الان، فبقول ان انقطاع الصوت ده كان حاجه لسه شارح من شويه، يطلق عليه ايه؟ اللي هو التشويش، اي نوع من التشويش بقى؟ هل التشويش النفسي ولا الجسدي ولا التشويش المادي ولا التشويش الفني ولا التشويش الثقافي؟ ايوه ممتاز، اللي هو التشويش الفني او التقني.
نيجي بعد كده نتكلم يعني أخيرا على وظائف الاتصال المختلفة، ونتكلم فيها على وظائف الاتصال الاجتماعية، إيه هي على المستوى الاجتماعي والوظائف الخاصة بيه. فقالوا إن الاتصال لو إحنا بننظر له وظيفه من الناحية الاجتماعية، فله وظيفة في نقل الثقافة والعادات والتقاليد الديني من جيل إلى جيل آخر. أيضا وظيفة الاتصال من الناحية الاجتماعية هو يراقب المجتمع. إحنا بدليل إن هذا تويتر لما تكون في أي مشكلة اجتماعية موجودة، تويتر بيسلط الضوء عليها. أيضا وظيفة الاتصال تحقيق الأمن النفسي، إن إحنا أحيانا ده إحنا عايشين في مجتمع ما بنتواصلش مع بعض، هنشعر بالخوف والوحشة إن في حاجة غلط، هتحس إن إحنا قلقانين. فدايما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالطبيعة التي خلق عليها الإنسان والتي جبل عليها الإنسان إن هو بيحب بيتعارف ويأنس وجود الآخرين يكونوا حواليه من أصدقائه من زملائه، من حتى لو أشخاص داخل المجتمع هو ما بيتفاعلش معاهم، بس مجرد وجوده حواليه بيشعروا بنوع من الأمن والطمأنينة النفسية. فدي أيضا من ضمن الاتصال وظيفة تحقيق الأمن النفسي لدى الأفراد. أيضا من ضمن وظائف الاتصال الوظائف الإعلامية، الاتصال له دور إعلامي بيكون في إخبار الناس بالمعلومات والأحداث المختلفة. الاتصال له دور دعوي يستخدم في الدعوة داخل المساجد وداخل الندوات وداخل الاتصال له دور في الدعاية. لو أنا بروج للأفكار وبروج لحملات التبرع بالدم، بروج لحملات المشاركة الاجتماعية لتنظيم سلوكنا داخل المجتمع أو تغيير النمط السلوكي أو النمط الاستهلاكي للمجتمع، يبقى بنسميه الدعاية اللي احنا الترويج للأفكار. لذلك احنا كنا قلنا انه في فرق بين الإعلام والدعاية. الإعلام هو نقل المعلومات لدى الجمهور، أما الدعاية هي الترويج للأفكار. الأفكار دي قد تكون أفكار إيجابية وقد تكون أفكار سلبية، لذلك عرفنا إن الدعاية دي في دعاية اسمها الدعاية البيضاء وفي الدعاية اسمها الدعاية السوداء. فلو أفكار إيجابية بيطلق عليها الدعاية البيضاء، لو أفكار سوداوية اللي ما يطلق عليها الدعاية السوداء. يبقى إحنا عندنا في الوظائف الإعلامية في الإعلام، في الدعاية، في الدعوة، في الإعلام. الإعلام هو الترويج للمنتجات بقى، المنتجات والسلع بمقابل مالي، فده الإعلام. وآخر وظيفة أيضا اللي هي وظيفة الترفيه، من ضمن وظائف الترفيه إحنا بنستخدمها كنوع من التسلية بيني وبين الآخرين. فده اللي هي وظيفة اللي هي من ضمن وظائف الاتصال، وظائف الإعلام، الوظائف الإعلامية للاتصال. أخيرا وليس آخرا، الوظائف الإدارية للاتصال. الوظائف الاتصال على المستوى العمل الإداري داخل العمل المؤسسات بقى، سواء كانت شركات، سواء كانت هيئات، سواء كانت أمور مختلفة. لها عدة وظائف. أول وظيفة أو أول وظيفة للاتصال من ناحية إدارية تحسين عمل المؤسسة أو عمل المنظمة. إحنا لما نتواصل بين المدرسين، بين الشركة، بين الهيئة، ده بيحسن عمل المؤسسة، يبني علاقات بين الأفراد وبعضهم البعض. أيضا علاقة بين العاملين، يعني أيضا بيخلي العاملين يعرفوا المجتمع الخارجي عايز إيه. فأبدأ إن أنا كمجتمع لو أنا شركة أو هيئة خدمية أوجه أهدافي لدى الجمهور. كذلك أيضا من ضمن وظائف الاتصال القدرة المساعدة على توفير المال وقبض النفقات، نتيجة إن إحنا نتواصل مع بعض والموظفين يتواصلوا مع بعض. ده بيخلينا إنه أنا يخليني إن أنا أعرف أقدر أعرف إنه إيه القرارات اللي اتخذت سابقا فما أقدرش أكررها، أو إيه الإجراءات عشان ما ناخدش ألمس الفلوس على قرارات أو إجراءات معينة تأثر علينا لاحقا. ده بالنسبة للجزء الأول من الاتصال. إن شاء الله بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة هنتكلم على الجزء الثاني المقرر، ونشرح فيه مفهوم المهارة، ونشرح فيه المهارات، مش هنشرح بقى نجيب يعني مراجعة للمهارات المختلفة اللي هي مهارة الحديث والاستماع والقراءة والكتابة.
ده أبرز ما يقيل أو من أبرز الأشياء الموجودة في الجزء الأول من المقرر. يبقى لنا 5 دقائق أو أكثر نسيب لحضراتكم تطرحوا أسئلة وتطرحوا استفسارات وأنا هرد عليها، طبعا لأنكم بتستخدموا الصوت فهيكون الكتابة، وهرد عليكم بالكتابة وأحصل الصوت دلوقتي. أنا سعيد إن كنت معاكم. الشرايح موجودة أصلا، موجودة على المنتدى، أنا كده كده كل المحاضرات بتاعتي نزلتها على المنتدى، يعني لو حضرتك دخلت على المنتدى هتلاقيها موجودة، المحاضرة الأولى، المحاضرة الثانية، المحاضرة، كل المحاضرات 6 محاضرات اللي إحنا شرحناهم سابقا موجودين على المنتدى. يعني محاضرة اليوم دي اللي هي المحاضرة الأولى والثانية هتلاقيها موجودة على المنتدى، لو رجعت للرسائل القديمة الموجودة على المنتدى هتلاقيها موجودة معايا. في آخر.